ينطلق سيداتي وسادتي مهرجان سيف في آخر أيامه تحت رعاية سيدي سمو الأمير. انطلاقة الجاد المهجنة الأصيلة في مسافة 1000 متر والانطلاقة السريعة مع عبد الله الكواري والجود روكب بقيادة هاري بنتلي على الصدارة. المركز الثاني وشاد رينج والداني في اندفاع جميل الآن. ثالث المراكز مع أسامة الدفع والجود هاريز دانسر في المركز الثالث. المركز الرابع من ناحية السياج يبدو لي أنه شايب خالد الغانم والجود أوربن دريمر. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية شعار مرة زاخر من الجهة الخارجية في المركز الخامس، لكن الصدارة لا تزال مع عبد الله الكواري في اندفاع جميل الآن. والتحركات القادمة من قبل هاريز دانسر والقادم أيضا أوربن، والصدارة مع ركب عبد الله الكواري. ركب عبد الله الكواري على المركز الأول وعلى الاندفاع. المحاولة قوية من قبل مزرعة إنجاز وجاز قادم. جاز وركب، جاز وركب، ركب للسادة أبناء عبد الله محمد. إذن متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام، كما نشاهد النتيجة النهائية، المركز الأول ركب لأبناء عبد الله محمد الشيخ الكواري، المركز الثاني جاز لأسادة مربط إنجاز، المركز الثالث نوارة لعبد الله حسن العبد الملك، المركز الرابع رقم 11 هاريز دانسر المهندس أسامة عمر الدفع، والمركز الخامس أوربن دريمر لشاهين بن خالد الغانم. ألف مبروك.